للإنسان يمضي. وشوف أعظم عمل يرجح في ميزان الإنسان محبته لأهل البيت، حب أهل البيت، حب الحسين بأبي وأمها. كل عين باكية إلا عين بكت على الحسين. ها مولاي، هاي ليلة الجمعة والفقيد متعودين عليه يجلس بيننا طرف هالمأتم، يحضر مآتم أبو علي، يحضر مناسبات أهل البيت. وغدا يخبروني، يخبروني الجماعة يقولوا ترى باكر عندنا دعاء الندبة وأبو علي مو ويانا، مكان خالي، والمناسبات على باب بيتهم جالس. ها يوزع، ها يوزع، كل ما مر واحد مر عليه. رحمك الله أبو علي، رحمك الله أبو علي، وهنيئا لك بحب أهل البيت، وهنيئا لك بولاء أهل البيت. هذه منزلة ما يحصلها كل واحد يا مولاي، هنيئا لك أبو علي. وفقت الحبيب مؤلم مؤلم، وإحنا كل ما أردنا أن نمضي شوية نشفي القلوب نوديهم إلى كربلاء، نخلي الإمام الحسين بالصورة يودع أحبته. لكن أقول لك إحنا نسأل أبو علي، أكو موقف عندك بعد غير كربلاء مؤلم ودعت أحد بها بصورة مؤلمة؟ قال وينكم عن وداعي لأبي محمد الحسن، ما جيتون شفتوني لما أنزلت بقبره، ما جيتون شفتوني لما نزعت السهام من نعش. ويلا عاد روحوا شوفوا أبو علي بالها أبو محمد بالبقيع يكسر الخاطر بأبي وأمي. إذا الحسين عنده ضريح يستاهل أبو علي، وكل سنة وكل سنتين وثلاث بدلوا ضريح أبو علي، أبو محمد ما عليه حتى شاهد على قبره. الله أبو محمد، نروح البقيع ودنا بس نجلس على قبرك، انتم باكر تروحون على قبر حبيبكم ويخلونكم على قبره وتودعون وتبكون. ما ادري احنا نروح البقيع نوصل الى قبر ابو محمد لولا ما نوصل، خلونك تودع من تسلم عليه من بعيد، ويكسرون الخاطر قبور ايمتنا كانهم خربه. لكن البقيع، أنا بغى أعرج عليك، خلينا هذه الليلة عند أبو محمد وعند الإمام الحسين إخوة إخوة. ها شوف شلون الخليص وهي خليصة. البقيع كأني بها تخاطب كربلاء تقول صحيح يا كربلاء أنت نلت الفخر كل الفخر. والزوار كل ما تسألهم وين رايحين، لا وين يا زوار، قالوا الغابرين. عاد أبقي كم زائر على قبر الحسن يجون يزورون، ما عليه زوار يكسر الخاطر، لا سيما بالليل بعد مظلم البقيع مظلم. تعال اسمع لسان حال البقيع شو تقول إلى كربلاء. البقيع بدفنة المسموم قلب من المصيبة ذا يستاهل أبو علي. ها البقيع بدفنة المسموم قلب من المصيبة ذا هامل دمعته وعنده على أرض الطفوف اعتق. أنا يا كربلاء بتربي دفنت الحسن المسموم، ما خليت متعطل على حر الثرى كم يوم، غسلت بجار الماي ما غسلت من الدموم، وساعة دفنة حضرة عند أهل والأحبة، وساعة دفنة حضرة عند أهل والأحبة، لفاني بموكب التشييع
الجنازة بهيبة مرفوعة، جسمه ما هو مبضع ولا هم كسر ضلوع، ولا قلبه ولا قلبه بسهم مرمي وقطعة منه منزوعة. أيوا حسينة، أيوا سيدة، لفاني بموكب التشيع جنازة بهيبة مرفوعة، جسمي ما هو مبضع ولا هم كسر ضلوع، ولا قلبه بسهم مرمي وقطعة منه منزوعة، ولا سبيا وإلي نسوى، ولا حرقا وإلي هطنا، ولا سبيا وإلي نسوى، ولا حرقا وإلي هطنا. جهزت ومن حاله على جسم الأهل، لما مثلكم ها مثل الفاقدين نروح إلى أحبتنا، إذا مات الواحد من عدنا ينادي المنادي، ينجالون أهل كل مكان يجون إليه. جهزت ومن حاله على جسم الأهل، لما هذا يودع وهذا يقبل راسه ويشم، ولما صار في قبره رشيت القبر بالماء، تحت التراب واريته ما خليته فوق تراب، تحت التراب واريته ما خليته فوق. وانت يا كربلاء ايش عندك؟ عندي جواب لولا قالت بلا عندي جواب، لكن مؤلم على الشيء لسان الحال. ايش عندك؟ قالت كربلاء اعتابك زيد لوعتي وهمي، ما يحق لك تعاتبني على اللي بتربتي مرمي، دفنت وفضل سواني جليلة وارتفع باسمي، تعالوا شوف زواره وزحمتهم على الأبواب. يلا بالوصول، تعالوا شوف زواره وزحمتهم على الأبواب، وشوف شلون زوارك يزورون الحسن في خوف، وشوف شلون زوارك يزورون الحسن في خوف، ما حد يقدر يوصل لقبره بالسكينة يطوف، لكن شوف زواري شمسوية بأرض لطفوف، أول ما يرى الزاير أعتاب يقبل الأعتاب، أول ما يرى الزاير أعتاب يقبل الأعتاب. أيوا إماما، أيوا سيدة، أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء، ما يصير نختم مجلس ولا نعرج على زينب، ترى المصيبة كلها عد زينب، مصيبة الحسن عد زينب، مصيبة الحسين عد زينب، وهي مرت على ذلك الجسد وهو مهشم مبضع بحوافر الأعوجية، طالع الجسد تارة وطالع الرأس تارة أخرى، تقول يا أخويا يا وجه طبت المدينة، شقول اللي يقول حسين وانا، شقول اللي ناشدني من الناس. أسألوكم لما رجعتون وين وديتون حبيبي؟
رجعتون بليا ايش اقول اللي يناشدني من الناس اخوك حسين وين عباس اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس ان في القطعة ويمين بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا يا الله إلهي بالحسين وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين بني فرج عن كل مكروب يا الله اشف كل مريض يا الله يا الله يا الله يوم الغد أيها الأحبة سار الفاتحة الساعة الرابعة والنصف القراءة إن شاء الله في هذا المأتم المبارك من اجتمعنا بسبب اللهم اجعل في قبره الضياء والنور الفسحة والسرور والكرامة والحبور والولدان والحور انقله اللهم من ضيق الحود والقبور إلى سعة الدور والقصور احشره في زمرة محمد وآله وحسن أولئك رفيقا إلى روحي وأرواح المؤمنين والمؤمنات أجمعين لا سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات. العزاء على يسار المنبر حبتنا بسم الله.